السلام عليكم شباب. طبعا بالنسبة للبلبل الكشميري تأخرت عليكم فترة، بس تعرفون هالبلبل لا عراق ولا ايران، كشمير منطقة حدودية بين الهند وباكستان، فالصعب تحصيله جدا. عندي هذا، مو هذا يعني، عندي وجبة ان شاء الله هسه هم اشوفك يوم وياها النقفاص، يعني تقريبا 50 واحد كلهن نظيفات، ما بيهن واحد مبتور او مهلوس او بيه اي عيب. سعره 25 ألف. شوفوا شباب اللي ما شايفه، هذا يصير هنا أنا حمار بمكان الصفار. شوفوا يمدي له، وهذا وجهه وهذا ظهره شوية، هذا ظهره، هاي الطيرة البيدي. شباب ذني مال محميات، مال تكاثر، يعني مو أليف، يعني أصحاب المحميات أصحاب الهاي، أصحاب المحميات أكو فقرة جدا تخدمهم بيه. البلبل الكشميري هسه أنا بيعه ب25، شرط من تاخذه مني أقل شي أقل شي فرق عن السوق علتك 20 ألف، يعني الزوجة ب90 جاي يبيعه، بس أنا حصلتهن مناسب وأبيعهن مناسب. مثل ما تشوفون شباب، شوفوا هنا يصير سواد، لا السواد مالته طوخ، مثل ما قلت لكم فرق 20 ألف عن السوق بالقطعة الوحدة مو بالزوج شباب، والكمية محدودة، الحاجزين والموصين والخابرة والهاي مو منتظرين النشر، هذا وصل. تجي بالبداية تأخذ، ما تجي ما تلحق ترى، لأنه صعب يتحصل. مثل ما قلنا يخدم أهل المحميات بفقرة، هسه تاخذ الزوج ب50 ألف يطلع عليك، الفرخ مالته فرخ وهو زق سعره 150 ألف، يعني المحميات والتكاثر المنزلي. الفحل الكبير أو النثية الكبير مالته من 200 250 وفوق، يعني يخدمكم بهاي الفقرة كلش. ومو بس تغريد شباب، مو بس العفو تكاثر، بيهن اصوات حادة كلش، يعني سبحان انا تعجبت البارحة، من البارحة هنا بالليل ولحد اليوم الصبح بيهن اصوات تقول طور البصرة. واكو فقرة ثانية، اكو ولد شفت، يعني مو ولد واحد، اكثر من شخص موصيني على بلابل عادية اطوار. شباب اللي يريد بالطور مال البصرة يحجز عندي، بس يعني اقل شيء 4 زواج وفوق، لانه انا ما اجيب طور، بس اجيب لكم طور مال البصرة امانة الله، واللي يحب هو يستلم من الجراج مال النهضة، من البصرة اطوار هسه ما شايف شكله، راح اخلي لك اياه، او لا هو شكله واضح بعد ما يحتاج اخليه بقفص. مثل ما قلت لكم شباب، هذا المنشور راح نشره بالقناة وبالفيس، الرقم مالتي موجود بالوصف مع المنشور، اللي يحب يشتري يتصل علي وبخدمته. كلهن نظيفات، طير أحلى من طير. مثل ما قلت لكم شباب الكمية محدودة وعليه طلب كلش قوي، وسعر مناسب، يعني أنسب سعر ببغداد تلقاه، ما أتصور تلقى بهيج سعر، لأنه كل أهل المحلات جاي يبيعون الزوجة ب90، ومرات يبيعون التك ب50 وب60، وتعرفون قليل الناس تشتري، شو تسوي؟ يعني يريد يكاثر أو عنده محمية أو هاي لازم يشتري، تعرفون الطير مثل الكيف. هذا الطير وعد بعد بقيات 50 قطعة، تجي بالبداية ان شاء الله تحصل. تحيات.